هذه المسألة هذه في المنظومة ديال كرة القدم، الرئيس يصيب ويخطئ، المدرب يصيب ويخطئ، كل شيء، اللاعبين، الحكم هو اللي مسلط عليه الأضواء أكثر، ولكن اللي ربما غير مقبول وكيصعب أن الجمهور والمتتبع يتقبلوا هو ملي كيكون الخطأ في تقنية الفار. تقنية الفار دارت باش أنا نقلوا من الأخطاء في كرة القدم. في الدوري ديالنا البطولة الاحترافية كنشوف مجموعة من الحالات يتم الرجوع فيها إلى تقنية الفار وكتراجع اللقطة مرة وجوج وثلاثة، وفي الأخر يتم اتخاذ قرار كيكون غير صائب في مجموعة من الحالات، ومنهم الحالة اللي كان سير دوان جيد كنتكلم عليها في مباراة ديال الوداد الاتحاد تورقع على سبيل المثال، الله الحصر داك التدخل اللي كان من الخلف على أحد لاعبي الوداد. هاد المسألة هذه ديال استعمال تقنية الفار، واش كتشوفوا أن يعني استعمال تقنيه الفار في الدوري ديالنا قلت من الاخطاء، ام ان باقي خاص بزاف ديال العمل يدار في الفار باش يتستخدم بالطريقه اللي احنا باغيين؟ هو كيف ما كان الحال الا درنا واحد تحليل واحد الاحصائيات منطقيه غادي نلقاو على ان الفار رجع لنا واحد المجموعه من ركلات الجزاء اللي كانوا غيتحرموا منها واحد الانديه، وحيد لنا واحد ركلات الجزاء اللي ما كانت صحيحه وعلنوا عليها الحكام. يعني هذا جانب ايجابي ما خصناش فيه، انما انا متفق معك على انه هناك واحد المجموعه من الاكراهات، ولكن الا بغينا نوضعوا ايضا هذه التقنيه هذه في الاطار ديالها الواقعي، فهذه التقنيه هذه ما فيهاش غير الحكام، فيها الحكام، فيها لي كاميرامان، يعني هذا عامل وعامل ايضا، وفيها الملاعب. اليوم كتلاحظ على انه جميع الملاعب اللي كتوفر فيها الشروط وجميع يعني الملاعب اللي تقدر تخضع لدفتر التحملات ديال الفار راه ما كايناش عندنا، راه الملاعب دابا كلها في طور الاصلاح وفي طور يعني اعاده الهيكله. اذا خصنا نتقبلوا هذا الوضع. ملي كنقول لك انا الملاعب ما كايناش، بمعنى انه ما عندناش واحد الاماكن اللي هي خصنا نحطوا فيها الكاميرات باش تقدر توفر لنا واحد الزوايا ديال الرؤيه اللي هي واضحه، وبالتالي فهاد الناس ديال الفار ملي كيمشيو لهاد الملاعب يعني ما تيلقاوش هاد الاماكن هذه، وبالتالي كيقضيو باش مكان، ولا احيانا خصنا نحطوا واحد الكاميرا في واحد المكان واللي ما كنلقاوش ما كنخدموش بها، اغلبيه الملاعب صغيره ولا بلاصمون الكاميرا في واحد العلوم معينه ماشي ما كتكونش، لانه كاين واحد لي بارامتر الا ما توفروش لهذيك التقنيه ديال الفار ما عمرها تعطيك القرار، خصوصا في الخطوط ديال 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 التسلل. اذا هذا جانب، الجانب الاول هو ديال الملاعب. الجانب الثاني نقدروا نهضروا على لي كاميرامان. لي كاميرامان هما النقل ديالهم للمقابله كيكون نقل بناء على ما يطلبه الجمهور، بمعنى ان ذاك الكاميرامان كيكون في حاله بحال الجمهور، ولكن حنايا بالنسبه لنا كتحكيم هذاك النقل احيانا ما كيخدمناش حنايا، ماشي هو ولا هذيك هي الزاويه اللي شاد هذاك الكاميرامان هي اللي بغينا حنايا من المنظور ديالنا التحكيمي، حنا عندنا واحد الزوايا معينه، وبالتالي فحتى هاد لي كاميرامان خصهم ياخذوا واحد يعني واحد التوجيهات ولا واحد المجموعه من المعطيات فيما يتعلق اشنو كيحتاج الحكم ديال الفار داخل غرفه الفار. يعني كنهضر على الزوايا، وعاد نجي معاك العنصر البشري ديالنا حنا اللي هو الحكام. انا غنكون متفق معاك على ان هناك حكام لا يسيرون هذه التقنيه هذه، يعني ما قدروش ينضبطوا معها، وكيف ما قلتي على انه احيانا كنلقاو الزوايا وكنلقاو اللقطه على انها واضحه، نقدر انا نجي ما غتستغرقش ليا واحد 10 ثواني 15 ثانيه ناخذ فيها القرار ونرجع، ولكن تتجي وتتلقى الحكم على انه غادي يدوز فيها 4 دقائق ويدوز فيها 3 دقائق غير مقبوله بالمره. وهذا من بين المسائل اللي كننصحوا بها الحكام. اذا حنا هذا الاكراه ولا هذه المشكله هذه واعين بها. اليوم حنايا الفار تقريبا غادي ندخلوا في السنه السادسه ديالو، من المفروض اننا هذه التقنيه هذه خصنا نكونوا هضمناها باش غادي نتغلبوا حنايا على هاد الاكراه هذا في اطار الاستراتيجيه اللي وضعنا على انه غادي نخصوا واحد المجموعه ديال الحكام اللي غادي يكون التخصص ديالها اكثر في الفار. وبالتالي فحنا خدينا واحد لاصال، واحد القاعه اللي كان فيها السي يحيى حدقه لانه هو اللي كان مشرف على التقنيه ديال الفار، وجهزناها بهذاك السيميلاتور كنقولوا بالعربيه هو المحاكي،
يعني الفار اللي كيكون عند الحكام كيشتغلوا به في السابق ما كانش عندنا هذا، ما كانش متوفر. امتى كان كيكون كيتوفر لنا؟ خلال التدريب السنوي ديال الحكام، بمعنى ان الحكام كيشوفوه مره في العام واحد 3 ايام ولا 4 ايام، وهذيك 3 ايام كل حكم يقدر يشتغل به غير واحد نص ساعه ولا تقدر ما تكملش. اليوم هذا السيميلاتور هذا ولا محطوط عندنا طيله الموسم بدايه من هذه السنه هذه، وراه ديجا المديريه انه كي كل مره كيجيبوا مجموعه ديال الحكام العدد ديالها 20 او لا 15 او لا، وكيدوزوا واحد النهار ولا واحد اليومين تمايا في هذا لو سونتر هذا، كيدربوا على هذه التقنيه ديال الفار ربما بشكل جديد، الغايه على انه في نهايه هذه التدريب هذه غادي يتم اختيار الحكام المتميزين في هذه التقنيه هذه، وغادي يكون التوجه ديالهم اكثر في الفار، وبالتالي الى قدرنا نجمعوا واحد 15 ولا 20 حكام اللي غادي يكونوا متخصصين بشكل جيد في الفار، ربما غادي نقدر نقول لك راه هذيك الظواهر السلبيه ديال هذا الفار في هذا الفار هذا فيما يتعلق بالتحكيم غادا تقل بواحد النسبه كبيره، ريثما انه توجد الملاعب وتهيئ الظروف المناسبه، وايضا يتم الاستعانه يعني بتجهيزات اللي هي حديثه ومتطوره، لانه حتى لي كاميرا اللي كنشتغلوا بهم كان غادي نهضروا هنايا على الجوده. الى خديتي الجوده مثلا ديال التصوير ديال كاس العالم ولا كاس اوروبا ولا، فتبقى على ان هناك فرق بين جودة الصورة هناك وجودة الصورة، وهذا بالتالي أيضا كيعرقل الخدمة ديال الحكم، لأنه كيف ما كتلاحظ أحيانا تيجي الحكم وكتعطاه واحد الصورة اللي هي هذيك الصورة كتقدر تغلطو. الحين حنا كمتتبعين كتبقى تشوف الخط كتبقى تشوف فيها حتى 10 دقائق ما تقدرش تحسم فيها، فهمتي؟ مع أننا حنا في الفار تنقولوا ليه إلا ما عندكش يعني اليقين وما كنتيش متأكد من الحالة راه مفروض عليك انك تاخذ القرار ديال الملعب، هذاك القرار اللي خذا الحكم في الملعب هو اللي غادي البريسون الاولى اللي ما تجيبوش الا ما عندكش واحد الصوره اللي هي واضحه ويجي الحكم وتعطيها ليه ويقدر يفصل بها في القرار بلا ما تجيبو. انت كتجيب وما عندكش الصوره واضحه بعيده ورجلين متداخلين مع الرجلين مع اليدين وربعه كل شيء كيبان فلو، وتجيب الحكم وتعطيه ديك الصوره الحكم تيبقى ما لذا كتلقاه كيبقى واقف احيانا 3 دقائق و4 دقائق ما كيقدرش يتخذ قرار. اذا كتكون حطيتيه انت كفار حطيتيه في الضغط وورطتيه، لانه الا جا وما خداش القرار شنو يقول الفريق؟ راه هو جا شاف القرار وما بغاش ياخذه، راه عيط عليه فعلا هذاك راه بانت لي ركله جزاء ولا بانت لي شي حاجه وعيط عليه باش يجي ياخذ القرار وهو ما بغاش ياخذ. اذا هذا راه ولا قاصدنا ولا استهدفنا، وهنا تخرج نظريه المؤامره ونظريه الاستهداف. نظريه المؤامره كاينه حتى في المساله ديال اعاده اللقطات، تكلمتي على الفولي ديال الكاميرا مان، حتى هو فيه بزاف ديال الجدل، يعني يقال ولا هذا يشاع ما بين اصل الجماهير ان كاين تعمد يعني في اخفاء لقطات معينه من زاويه معينه. واش كتشوف ان خاصنا ديجا شحال خاصنا من كاميرا باش نديروا تقنيه الفار يعني كما يجب، يعني اللي كتكون شي مرات شي لقطه اللي كتستدعي ان تكون كاميرا مثلا في الظهر ديال حارس المرمى مور شباك باغ اكزومبل، شحال تقريبا من كاميرا على الاقل خاص تكون عندنا باش نديروا تقنيه الفار؟ انا بغض النظر على القضيه قلتي ديال الملاعب مسدوده، انا غادي نقول لك كاس العالم كتكون فيه اكثر من 36 كاميرا، بمعنى انه احيانا كتلقى هذيك الناموسه طايره في السماء كيشدها الكاميرا مان وكتبان لك كلير انيت، يعني هذا غير حنا في دفتر التحملات اللي كان عندنا مع الشركه كاينين 6 الكاميرات وهاد السنه ولاو 8 ديال الكاميرات، ونقدروا نوصلوا حتى ل 12 كاميرا، لان الديربي ديال الرجاء وداد وكاس العرش لعبنا ب 12 كاميرا، ولكن كيبقى الاكراه. سمعتي واحد فينا ديال كاس العرش كان واحد ضرب جزاء تعطات بفضل الكاميرا ديال الاتحاد البيضاوي مع اكادير في وجده، تعطات ضرب جزاء بفضل الكاميرا اللي كانت، وهذيك الكاميرا دابا حاليا ما كنخدموش بها حيت كون ما كانش ربما ما كانش تعطات ضرب جزاء. مشى فهمتي، هذه الكاميرا حاليا ما كنخدموش بها لان ما عندناش فين نديروها، فهمتي؟ حنا قلت لك حاليا نقدروا نوصلوا حتى ل 12 كاميرا،
ولكن الاشكال اللي كاين هو ان 12 كاميرا راه ما عندناش فين نحطوها، راه ملي غتصيفط هذوك الناس المختصين راه حتى هما عندهم واحد الشروط معينه، وربما اللي كيشتغلوا في هذا الميدان هذا راه غادي يعرفوا فين كنهضر انا. غير نعطيك انا غير مثال على انه هذاك الكاميرامان اللي كيكون الفوق تيشد مثلا الكاميرا ديال التسلل، الا ما كانش الخط ديال التماس يعني ديال لاتوش الا ما كانش باين في تقنيه التسلل باستعمال الخط ما يمكنش لك تستعملها. وكيف ما قلتي قبيله الا كانت الكاميرا محذوره ما عمرك غتشد هذاك الخط ديال التسلل ما تعطيش، فهمتي؟ يعني هذه اكراهات. حنا كيف ما قلت لك على انه نقدروا نوصلوا حتى ل 12 كاميرا ونقدروا نزيدوا، ولكن في انتظار انها تجهز لنا الملاعب. الاكيد ان الجامعه ما يمكنش غادا تدخل في التحدي ديال هاد الموارد والامكانيات الهائله اللي سيره حاليا تصرف من اجل تطوير التجهيزات ديال كره القدم، وما غاديش نفكروا في الكاميرات. حنا حاليا كيف ما قلت لك في الاول على اننا في واحد المرحله انتقاليه اللي كل شيء كيتعود فيها، كيتعودوا فيها الملاعب، كيتعودوا فيها القوانين، كيتعودوا فيها واحد المجموعه من الاشياء بما فيها حتى التحكيم. ف خصنا نتفهموا هذا الوضع هذا، غادي نخدموا بهذا الشيء اللي متوفر لنا ريتما اننا نعودوا للممارسه ديالنا بشكل طبيعي، ونتمناو على انه توفر جميع الظروف لا في الملاعب ولا في الكاميرات ولا في الحكام، ويكون المنتوج ديالنا اكثر عطاء واكثر مردود، وحتى الجماهير تكون قابله على القرارات ديال الحكام. ولكن راه كيبقى الاخطاء دائما راه غادي تكون وارده. طبعا شي اخطاء ديما تبقى وارده، غير نتمنوا ان يعني يتم التقليل منها مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله. واحد المساله اخرى، كلشي كنعرف ان كان غادي يكون شويه التشبيب على مستوى الحكام في هذا. انتم في بدايه الموسم شنو دار بكم ما بين رؤساء الانديه؟ يعني باش تهيئوهم للمرحله اللي جايه باش انه يصبروا شويه على الحكام الشباب، انهم ياخذوا لهم شويه الاحتكاك والتجربه. هذه المسألة ديال التشبيب هو ملي جينا وشخصنا الوضع ديالنا، وهذه قلناها يعني في السنوات اللي فايتة، على أنه ملي كان إلا بغينا نقولوا الشباب خصنا نلقاو عندنا الحكام اللي عندهم 26 و 27 سنة، وهذه الفئة هذه من الحكام حاليا ما عندناش، تقدر تلقى شي واحد ولا جوج يعني استثناء. المعدل ديال الأعمار اللي عندنا دابا في الحكام هما ما بين 30 و 35 سنة، وهادو هما اللي بدينا بهم هاد السنة هذه، وهما اللي دخلناهم على اساس انه في السنه ولا في المواسم المقبله ان الاستراتيجيه ديالنا غادي تتغير باش نقدروا نوصلوا حكم عنده 27 ولا 28 سنه نقدروا نلقاوه غادي يقود مقابلات ديال الدوري الاحترافي، ولما لا يقدر يترشح حتى للشارات الدوليه. يعني هذه من بين المسائل اللي غادي نشتغلوا عليها. شنو الاشكال اللي كان عندنا؟ هو انه الحكم ملي كيجي من العصبه وكيلتحق كحكم ديال الجامعه عنده واحد المسار واحد الباركور اللي هو طويل باش يلعب القسم الوطني الاول يعني الدوري الاحترافي، خصو على الاقل خصو واحد 12 ولا 13 سنه، وهذا مسار طويل بخلاف دول اخرى اللي هي افريقيه ولا دول في الخليج، انه الحكم كتقدر تلقى المسار ديالو 5 سنين ولا 6 سنين وخد الشارة الدوليه. حنا عندنا مجموعه من المراحل خصو يدوز منها الحكم، خصو يدوز منها كحكم مبتدئ يلعب لينا لي جون ديال الجامعه، ويلعب لينا كره القدم النسويه، ويدخل القسم الهوات جوج، ويدخل القسم الهوات واحد، ويدخل القسم الهوات الوطني، وكل قسم غيدوز فيه واحد 3 سنوات. يعني ملي كتجي كتحسب لي هاد الاقسام خصو يدوز فيها واحد 10 سنين ولا 11 عام وعاد يدخل الدوري الاحترافي، وهذا خصو يكون مزيان. ما عندنا حكام اللي ضاربين 20 سنه وباقيين في الهوات، يعني هذا حتى هو اشكال مطروح. وبالتالي فباش نجيبوا حكام شباب خاص هذا المسار يتقلص، بمعنى انني خصني نحدد الحكام واحد المده اللي ما يمكنش يتجاوزها في واحد القسم. مثلا غيجي القسم الوطني ديال الهوات خصنا هاد الاقسام كلها ديال الهوات ما يفوتش فيها الحكم واحد 3 ولا 4 سنوات، ما يسكنش تما. هذاك اللي غيسكن ما خصنيش، خصني ندير الافراغ خصو يخوي، بمعنى انه يرجع باش نفتح المكان لواحد اخر. الا استطعنا اننا نقلصوا من هذا المسار ديال 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 الحكم، لانه كاينه واحد السنوات غير كتضيع. انا اخر مدرسه اللي دوزوا الحكام دوزوا في 2019، هاد الحكام اللي دوزوا في 2019 يلاه هاد السنه هادي شي وحدين فيهم كيلعبوا الهوات جوج
انهم واحد خمس سنين مشات ضائعه، وهاد خمس سنين هي اللي خص يشتغل فيها الحكام، وهي اللي خص فيها يكون عنده لا باز. وهاد خمس سنين كان خصو يكون دابا في لي ليد دو. اذا كيف ما قلت لك باش يكونوا عندنا حكام اللي هما يا شباب، خصنا نقلصوا هاد المراحل. كدوز واحد المده الا عطيتي فيها غتزيد القدام، الا ما عطيتيش فيها راه غادي تحيد وتخلي المكان ديالك لواحد اخر. خصهم يكونوا فاهمين هالحكام. بالنسبه للقاء ديالنا اللي كان حنا مع الرؤساء ولا المسؤولين ديال الانديه، شرحنا لهم الوضعيه، لان الانديه في السنوات اللي دازت كيتشكاو على انهم كيشوفوا دائما نفس الوجوه، لدرجه ان وحدين ما بقاوش كيتقبلوا كاع دوك الحكام القدام انهم يمشيو يلعبوا لهم مباريات. فقلنا لهم على ان هذه السنه هذه راه العدد ديال الحكام اللي عندنا في الحكام القدام ها هو ها شحال فيه، ولكن راه عندنا واحد المجموعه اللي هي غادا تبان اول مره وغادا تعطاها اول مره خلال هاد الدورات الاولى. حنا تقريبا راسمين 10 الدورات الاولى ندخلوا فيها الحكام الجداد، وبالتالي فهاد الحكام ما كتنقصهمش المعرفه القانونيه ديال قوانين اللعب، ما كتنقصهمش التجربه. شنو خصهم كيف ما قلت لك في الاول، خصهم غير ديك الدفعه وياخذوا الثقه في نفوسهم من خلال واحد ستة واحد خمسة ديال المباريات في الدوري الاحترافي بالاجواء ديالو بالظروف ديالو والمحيطة به، كيولف الحكم ويستأنس بهذيك الاجواء، ويولف ايضا مواقع التواصل الاجتماعي وداك الشيء اللي غيتكتب عليه وداك الشيء اللي غيتقال عليه سواء كان مزيان ولا كان خيب. ملي كيقدر يهيئ راسو كيقدر يدخل الملعب ويعطينا واحد المردود جيد. وبهذه المناسبة كيف ما قلت لك انا، انه عندنا واحد خمسة الحكام ولا ستة ان المستوى ديالهم تبارك الله جيد جدا، وحنايا مرتاحين للعطاء ديالهم. الى سالينا الموسم بواحد 10 ديال الحكام اللي هما يجداد هذه السنة هذه، وحنا نقدروا نمشيو الى ما هو اكثر، فبالنسبة لنا هذا غادي يكون انجاز، لاننا في السنوات السابقه راه مازلنا حتى حكام. باش نكونوا واضحين، بقينا كندوروا بنفس العدد. كانت المعضله ديال الفار انه خص الحكم يكون عنده الترخيص ديال الفار عاد باش يدخل. فاحنا انطلاقا من السنه اللي مضات اننا درنا واحد ثلاثه التدريب اللي تقريبا استطعنا ناهلوا بها واحد 40 حكم اللي ولات عندهم هاد الرخصه ديال الفار. ومازال هاد السنه هذه ان شاء الله غادي نبرمجوا واحد التدريب ولا جوج ديال التدريب باش نزيدوا. حنا دابا الحكم نقدروا نديروا ليه ستاج ديال الفار في القسم ديال الهوات، باش ما يكونش هذا الفار هو الحاجز باش يدوز نعطيوك الرخصه ديال الفار، نهار تكون موجود ندخلوك تلعب، ما يكونش هذاك انتيا غادي تكون موجود وتبقى محبوس لانه ما عندكش الرخصه ديال الفار. وبهذه الطريقه هذه باش غادي نقدروا نحصلوا على حكام شباب اللي غادي نقحموهم في الدوري الاحترافي لا الثاني ولا الاول. وكيف ما اشرت على انه مجموعه من الانديه اللي صراحه انهم تفهموا الوضع، وغادي نعاود نشكرهم لانهم ساندونا في هذه المساله هذه وشجعونا، قالوا لنا احنا معاكم ما كاينش مشكل، وحنا صيفطوا لنا غير الحكام اللي هما يا شباب ما كاينش مشكل. اكثر من ذلك كيقول لك بعض الانديه انه انا نفضل يخطا في حقي حكم شاب اللي يلاه داخل الممارسه وما يخطاش في حقي حكم اللي هو قديم وعنده واحد السنوات ديال الممارسه. مع اقتراب مباراه ديال الديربي كيتجدد عاوتاني داك النقاش ديال كل سنه ديال الحكم الاجنبي. فريق انت السيد حرش، واش الاستعانه بحكم اجانب في مباريات بحال الديربي ولا الكلاسيكو او الرجاء والجيشه والرجاء الى اربع جاي، واش هذا ممكن انه يكون يعني جزء من الحل ولا يحد من الاحتجاج، امكم كتشوفوا ان هذه التجربه فاشله وربما فشلت في دول عربيه اخرى؟ بالنسبه للحكم الاجنبي، على انه الجامعه الملكيه المغربيه في اطار الانفتاح ديالها على واحد المجموعه من الدول، هي دارت واحد الشراكات ديال التعاون وديال التبادل مع واحد المجموعه من الدول، اذا هذا المجال هذا مفتوح، يعني هذا المبدا العام ديال الجامعه في الاطار الاستراتيجيه اللي كتنهجها دابا. حنا ايضا ما يمكن لنا الا نمشيو في هذا الانفتاح هذا ونقدروا الى دعات الضروره ان نجيبوا حكم اللي يدير لنا واحد المباراه او لا جوج او لا، ماشي 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 مشكل، ولكن ما نقبلوش على انه في كل دوره خصنا نجيبوا حكم اجنبي. لماذا؟ لان حتى ديك الدول اللي كانت كتستعان بالحكام الاجانب، وناخذ تونس وناخذ مصر
وناخذوا ربما دول الخليج على انها وصلت اليوم على انها يعني الاستقدام ديال هذوك الحكام الاجانب فهي كتعطل الحكام ديالها المحليين وبالتالي كتحرمهم من الفرصه ديال الممارسه وباش يكون المستوى ديالهم بحال الحكام الدوليين. يعني لو ولات هذه كظاهره لانه دابا اي فريق يقدر يهضر معك يقول لك حنا بغينا حكم دولي، حنا ما بغيناش حكم وطني. وهنا فين غادي يكون الاشكال، مع انه راه ما مضمونش لك على انهم اللي غادي تجيب هذاك الحكم الدولي راه ما غاديش يرتكب اخطاء، انما الفرق اللي غادي يكون ان هذاك غادي يهز الصاك ديالو غادي يزيد بالاخطاء ديالو بكل شيء وقدر كاع ما يسمعش ذاك الصداع، ولكن مطرب الحي غادي يبقى تابع هذاك طبل وزمر عاوتاني حتى المباراه الا ارتكب شي خطا. وبالتالي ف يعني كيف ما قلت لك يعني الاستقدام ديال الحكام الاجانب هو قرار سيادي ديال الجامعه، وراه سبق يعني اللجان السابقه انه في بعض الحالات اللي جابوا حكام كان حكم السنغال من اييه مجد بكر كان السنغال يعني ودوزوا المباراه. حنا ما نقدروش نخرجوا على هذا الاطار هذا، الى دعات الضروره الى ذلك ما غاديش يكون مشكل، ولكن هذا كاستثناء. الاصل هو على انه الحكام ديالنا راه ما يمكنش الحكم غادي يدير كيلعب 26 مقابله وتجي المقابله الحاسمه وتجيب لي حكم اجنبي، اذا انت تقر بطريقة غير مباشرة على أن الحكام ديالك راه غير صالحين. أنا راه ما كنشوفش الفرق بين الحكم الأجنبي والحكم المغربي، ربما غير في الشكل، والحكم المغربي إلا توفرت ليه الظروف راه أكيد. وحنا باش بغينا نأهلوا الحكام ديالنا باش يمشيو قاريا ولا يمشيو دوليا ويشاركوا لنا في ملتقيات اللي هي عالمية، إلا ما عطيناهمش هذه المباريات الكبرى اللي هي النهاية ديال كأس العرش ولا المقابلات ديال الديربي ولا المقابلات الحساسة اللي كتكون عندنا في الدوري الاحترافي، إلا ما كانوش عندنا الحكام اللي غادي يقدروا يسيروا هذه المقابلة. وحنا عبر التاريخ الحكام ديالنا هما اللي كانوا أكثر من ذلك، أنه في وقت من الأوقات كانوا عندك واحد 7 الحكام ولا 8 كلهم مرشحين باش يلعبوا الديربي. غير وقع لنا المشكل في هذه السنوات الأخيرة لواحد المجموعة من الظروف لا داعي باش غادي نطرقوا، ولا عندنا هذا الاكراه هذا، ولا الجمهور كيعرف الحكم اللي غيلعب الديربي 4 سيمانات قبل راه غيلعبوا فلان. حنا هاد المساله هي اللي ما بغيناش، ولينا بغينا عندنا 10 يلعبوا الديربي ونختاروا واحد فيهم، واي واحد حطيتي غادي يمشي يلعب الديربي. ما كيكون الهامش ديال الاختيار كيكون واسع، ما كيكونش اذا هاد الهامش ديال الاختيار باش غادي نوفروا. حنايا خصنا ندعموا ونزيدوا الحكام ديالنا، خصنا نوسعوا من القاعده باش نقدروا ناخذوا حكام اللي هما متميزين، وان شاء الله غادي يكونوا عندنا حكام. يعني في هذه المجموعه الحاليه الحكام اللي كاينين واش كيبان لك يعني حكام اللي مؤهلين انهم يقودوا مباريات الكبرى، الرجاء الجيش، الوداد الجيش، الوداد الرجاء، الديربي ديال راه جربناهم في هاد فهمتي لا في المباريات ديال بركان ولا في المباريات تقريبا، راه كلهم الحكام جداد. يعني انا غادي نقول لك انا ربما هاد السنه هذه تقدر تكون استثناء، لانه خصنا نفهموا واحد القضيه انه ما كنبغيوش مثلا نعطيو الحكم مثلا جديد ديربي حمايه لذاك الحكم، يقدر يدخل لذاك الديربي ويرتكب شي خطا وغادي يجي واحد الضغط اللي هو بواحد الشكل اللي هو مضاعف وغادي تهز الثقه ديالو براسو وغادي نفقدوه. وبالتالي ف ملي كنعرفوا الحكم على انه ولا قادر على انه يواجه الضغط ويواجه الجمهور ويواجه التحديات غادي نقدروا نعطيوه الديربي. كيف ما قلت لك هذا الموسم هذا هو مرحله انتقاليه عندنا في الحكام، نقدر نقول لك من هنا لواحد السنتين ولا واحد 3 سنوات اذا مشينا بهذه الوتيره هذه ما غاديش يبقى عندنا هذا المشكل هذا نهائيا. ان شاء الله نوصلوا لواحد 40 ولا 50 حكم اللي غادي تولي عندنا ان شاء الله متوفره، بالاضافه لتقنيه الفار، لان الفار خصو يقدم المساعده فهمتي. يعني الا كان الظروف انا ما كنظنش على انه غادي نلقاو مشكل، غير ايضا ما خصهاش الاحتجاجات تكون الاحتجاجات ولات عندنا كسلوك، راه مابقاتش ولات كسلوك، بمعنى اللي كنقول لك سلوك انك وليتي مربع الاحتجاجات بمجرد انك ما كتنهزم الا وخصك تحتج، يا اما غتحتج على المدرب يا اما غتحتج على رئيس الفريق، كيبقى كنقولوا حنا الحيط القصير هو
هو الحكم. لماذا؟ لان الحكم ما عندوش اللي دافع عليه، اي حاجه دوز الحكم وزيد. وبالتالي خصنا نغيروا من هذا السلوك هذا ونتعاملوا مع الحكم على انه راه فاعل وعلى انه يؤدي الدور ديالو ويؤدي المهمه المنوطه به في اطار واحد المجموعه من الضوابط وواحد المجموعه من القوانين. خصو يؤدي ديك المهمه ويخرجوا خصهم يحترموا على هذا الاساس، يقدر يخطا. اذا الا كنا كنتسامحوا مع جميع الاخطاء اللي كتوقع في الملعب، علاش ما نتسامحوش مع الاخطاء ديال الحكم من اللي خطا؟ واحد الظاهره حتى هي ولات مثيره للجدل، ربما حتى لايامكم انتم ملي كنتو كتمارسوا، هي ملي رئيس الفريق كيمشي يتكلم مع حكم قبل الماتش او بين الشوطين. واش هذه ظاهره عاديه ولا خصنا تقليل وخصنا نحيدوها؟ شوف، هو اولا خصها تكون عندنا اولا الثقه المتبادله بيننا، بمعنى ان احنا عندنا الثقه في الحكام وعندنا الثقه في رؤساء الانديه ديالنا اننا تنحترمهم وتنقدرهم. وشخصيا واحد المجموعه من رؤساء الانديه اللي كانوا كيجيو عندنا حنا البيستير ممكن تيجي كيسلم عليك وكيرحب بك وكيقول لك بون شونس، ما يدخلش معك نهائيا في النقاش المتعلق بالمقابله. وهذا يعني صراحه دوزنا واحد المجموعه من الرؤساء اللي كانوا كيجيو عندنا بهذا الصفه هذه. وملي كيجيو للفيستيار كاين المندوب المقابله، كيكون احيانا حتى الفريق الاخر احيانا كتلقاه. يعني هذه مشكله ما كطرح، ولكن مؤخرا هذا الشيء هذا تيخضع للتاويلات. التاويلات شكون اللي كيديرها؟ كيديرها الجمهور كيف ما قلت لك. لهذا حنا كنطلبوا من الحكام على انه الا كان شي لقاء مع رئيس ديال شي فريق خصو يكون مع الحكام مجموعين، ماشي على انفراد، ماشي على انفراد، يكونوا مجموعين. وحتى الناس اللي كاينين ما كاينش مشكل، تجي غادي نحترمك ونسلم عليك وما كاينش مشكل. لانه ما يمكنش لينا حنا نقولوا لواحد الحكم ما تسلمش على رئيس الفريق، ولا جحت تجري بين الشوطين شويه بشي طريقه. لا، ما هذا ما غير مقبول. الحكم كيبقى عنده سلطه، الا كان مسجل في المقابله يقدر يطردو، كان ما مسجلش عنده الحق انه يدير تقرير الى الجامعه، والجامعه تاخذ فيه اليوم لجنه الاخلاقيات كتشتغل 24 ساعه على 24 ساعه. مجرد ما كترفع شي تقرير نهار الثلاث غتسمع القرار. يعني طريقه الاحتجاج بين الشوطين هي من اجل الضغط ومن اجل التاثير على الحكم، وغير مقبوله. لانه هو هادشي كاين ربما عشتو نتوما بطبيعه الحال، ولكن انا كنظن على انه مؤسسه، ملي غنقول لك مؤسسه ديال رئيس الفريق، ان خصها تكون عندها ديك القيمه ديالها. فهمتي؟ مهما كانت الظروف ومهما يقدر يحتج شي واحد عادي، ولكن رئيس الفريق اللي هو في قمه الهرم اللي كيعطي النموذج وكيعطي المثال انه ما مقبولش منه. ولو ان الحكم يقدر يخطا، الا بغى يحتج يقدر يحتج بواحد الطريقه اللي غادا تكون مقبوله وتكون لابقه ويتقبلها حتى الحكم. اما انك تجي قدام الجمهور وقدام الصحافه اللي كاين وتبدا توجه الحكم بواحد الالفاظ اللي هي قدحيه ولا واحد النوع من الانواع ديال ذاك العنف اللفظي اللي مثلا بغيوش يكون في الملاعب، فهذا غير 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 مقبول. قبل ما نختم معك الحوار هذا اللي كان فيه بزاف ديال الافادات السي شعيب، شنو هي اصعب مباراه قدتيها انت كحكم؟ كنعقل ان السي سعيد بالقرى الله يرحمه قبل درت لاكوب دي مون 98، درت الفينال تاع كوب دافريك 98، ولكن كيبقى اصعب ماتش هو الديربي ديال الرجاء والوداد. انت مور ما ساليتي المسار ديالك كحكم، شنو هو اصعب ماتش اللي كنتي خاصك تبريباري ليه بزاف وتبقى على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي؟ لا لا، دوليا ومحليا وكلشي. شنو المباراه اللي صعيبه بزاف اللي كانت عندنا؟ صعيبه بزاف كانت عندي اخر مباراه ديال اقصائيات كاس العالم، المباراه الاخيره المؤهله لكاس العالم كانت عندي ما بين غانا ومصر. يعني هذه صراحه كنا تعرضنا فيها لواحد الضغط اللي هو كبير وكبير بزاف. يعني واحد الاجواء اللي عشناها، ماشي غادي نقول لك اجواء ديال، ولكن غير نفسيا. وتصور ان داك الشيء بدا من المطار، اننا بمجرد النزول ديالنا من الطائره لقينا واحد سته ديال السيارات ولا سبعه، اللي ديك السيارات الكحله بحال ديك المواكب الرئاسيه، فهمتي؟ بلي كارد كور، يعني داك الشيء في الدروج ديال الطياره، من الطياره حتى الباسبورات شدهم قال لك صافي سير.
ما خدينا مش ما خرجناش حنا كاع من المطار. ماشي كسر بحصه كبيره لا ماشي هو هذا ديال 6-1 6-1 هذا كان مقابله مؤهله لكاس العالم. كاس العالم مباراه والعدد ديال الجمهور اللي كان في الملعب كاين خارج الملعب كان الاضعاف ديالو. الناس ما بقاوش فين يدخلوا جاوا داروا بالملعب تقريبا واحد العدد اللي هو كبير وكبير بزاف. اللي صفات الماتش كان شويه هي هذه اللي كتخطا. اما الحكم اللي كيدخل المقابله صافي تصفر كتبدا داك الضغط كيبدا يمشي تصفر الخطا الاول كيبدا هذاك الضغط. كانت هذه وكان عندنا الفينال ديال تونس ديال الترجي والاهلي يعني هادو الترجي ديال شمال افريقيا ديال عصبه الابطال المقابله النهائيه كتكون مباريات مشحونه عاده دائما شمال افريقيا بينهم واحد المنافسه اللي كتكون مرتفعه فهمتي ومرتفعه بواحد الشكل كبير اللي انت راك غادي تكون تبعتي هذا الشيء وكتعرفوا واللي كانوا فيها تقريبا ابرز الاسماء اللي كانوا ديك الساعه ديال الاهلي بما فيهم ابو تريكا في المقابله ديال غناراته محمد صلاح كان لاعب يعني كلهم هذوك الاسماء الكبيره ديال مصر كانت حاضره وبالتالي هذا كيخلق لك واحد النوع من الضغط اللي خصك تهيئ ليه. بالنسبه للمحليا كنت درت مقابله ديال الفتح الرباطي والتطوان اخر مقابله في مقابله ديال الشامبيونه اللي تربحت فيها البطوله ديال المغرب التطواني فهمتي ديال اخر مقابله تطوان كله تحول للرباط فهمتي هذيك هي مقابله ذكرتي لي بزاف الماتشات ولكن ما هضرتيش على الديربي مع انك انت كنتو نتوما الحكام ديال عصبه الضربه اذا كنتو كتدخلوا الديربي شويه مضغوطين يعني قبل الديربي شوف. كيكون بزاف ديال التاويل لا راه رجاوي لا راه ودادي وهاد الهضره كتكون بزاف. هاد المساله ديال ودادي رجاوي من نهار انا كنسمع ودادي رجاوي ودادي لدرجه انني كنقدر نكون انا واقف مع واحد المجموعه وهذو كيقول لي هضره ودادي وهذا كيقول لي رجاوي وانا واقف وسط منهم يعني صعيبه سيرتو الحكم ديال لاليغ ديال الضربات فهمتي العرجون انت دابا جلال جيد كتكون شويه عليكم بالنسبه للديربي انايا الديربي توقف على الحكام ديال كازا 13 عام تماما ما لعبوش الحكام ديال كازا اول ديربي غادي يرجعوا لي الحكام ديال كازا كنت تعينت ليه انايا ولكن يعني صراحه حكمنا مع لاعبين اللي كانت عندنا هو هذا كنهضر لك كانت عندنا معهم العلاقه مزيانه كنعرفهم خارج الملعب ماشي هو الماتش اللي كان فاز به الوداد 2-1 كانت امطار كان كنت كنعرف اللعابه ديال الوداد واللعابه ديال الرجاء هذاك الماتش انا كنت في الملعب وحقيت بنتي انت وصالحي كنتوا كتضحكوا انا بالطبيعه ديالي اللعابه في الفيستيار كتكون عندي معهم معامله خاصه يعني ديال جميع الانديه كنتعاملوا كاصدقاء كنقدروا نضحكوا كنقدروا حتى لدرجه دوك اللعابه اللي كنعرفهم كيديروا السيميلاسيون ولا كيطيحوا ولا كاين شي لعاب كيضرب بحال نقول لك ابراهيم النقاش كنت كنقول له اجا ابراهيم بحال هكا كنقول له شحال من ضربه غتضرب انت كيقول لي والله ما غنضرب شي واحد فهمتي ولا شي واحد كيدير السيميلاسيون كنقول له شحال من مره غطيح ليا في الكاري ديزويز كيقول لي غنطيح وحده ولا جوج كيقول لي غنطيح وحده كنقول له انا غنزيدك وحده ولكن الثالثه راه غتجي لك كيتقبلها هو حتى ملي تيديرها في الملعب وكتمشي لعندو كتجبد لي انذار هو تيضحك كتقول لي راه فهمتي كيزيد وكياخذ هو فرحان وعجبو الحال لان اللاعب خصك تتعامل معاه باحترام هذه عن تجربه خاصه تتعامل معاه تعطيه القيمه ديالو باش يحترمك انت في الملعب لانه احيانا الا كنتي كتتعامل مع هذاك اللاعب بواحد الشكل اللي هو مزيان كتقدر انت تخطا في الملعب ولكن ما كيقدرش يتجرأ عليك احتراما لك رد فعل ديالو ما غاديش يكون كيحشم منك لان العلاقه ديالك معاه مزيانه بخلاف ان هذا اللاعب تجي انت من الفيستيار وتجي وانت وتهاجمه انت كتسهل عليه باش انك تدخل الملعب وترتكب اول خطا غادي يتجرأ عليك هذاك اللاعب وكيف ما قلت لك على انه العلاقه ديالي انا شخصيا كانت مزيانه مع اللاعبين ديال الرجاء ومع اللاعبين ديال الوداد وواحد المجموعه منهم اللي باقي كنتلاقى معاهم الان وهذه العلاقه المزيانه كتسهل عليك انا راه نادر المياغري كان كيجي من البوطو ديالو كيقول لهم والله ما يهضر مع شي واحد رجعوا فحالكم ونفس المساله مع الصالحي فهمتي كيدير كيقول لهم ما تهضروش معاه يعني هنا كيبين لك ان اللاعب ملي كتعامل معاه مزيان
وكتاخذو كاخ وكصديق وكتهضر معاه بواحد الشكل كيتعامل معاك حتى خلال المباراه بهذا المنظور هذا، وهذا هو اللي كنوجهو للحكام حاليا باش يستافدوا مثل هذا. وكنتمنى من الجمهور انهم اللي يشوفوا شي حكم مصور مع شي لاعب راه لا يعني ان ذاك الحكم راه مع هذيك الفرقه ولا عنده انتماء هذيك الفرقه ولا راه غادي يعطي شي حاجه لهذاك اللاعب شي مقابله. لا، هذا من باب الاحترام، من باب التادب مع لاننا احنا اسره واحده، راه ما يمكنش انا نتخاصم مع اللعاب ونتخاصم مع اللعب. كلنا كان في هذه الاسره هذه وكلنا عائله واحده، ولكن كيف ما قلت لك ملي ندخل انا للملعب انا غنادي المهمه ديالي. الديربيات عندهم طابع خاص وخصهم تحذير خاص، خصوصا بالنسبه للحكام ديال الدار البيضاء، لان الحكام اللي خارج الدار البيضاء كيسالي كيشد السياره ديالو وكيسافر. انا كنت كنلعب نهار الحد والاثنين كنصبح مع الرجاويين والوداديين، كنصبح وسط منا لا في اطار المهام ديالنا في المحكمه، لانه راه كلشي ودادي ورجاوي. كتلقى قضاة اللي كتلقى في المنصه كيشوفك تيقول لك البارح حيت لنا بيلانتي يعني وقعت شحال مره فهمتي يعني لا القضاة ولا المحامون ولا الكتاب الضبط ولا يعني جميع كتصبح معاهم وتقدر تلقاهم حتى في الدربال. اكثر من ذلك راه تقدر تلقى عندك في الدار اللي عندك ودادي ورجاوي صحيح، وكتدخل للدار كيقول لك هذاك ماشي بيلانتي هذاك وخرج فيك عيني ما تصفروش. يعني هذه مسائل اللي كدير الضغط. هو الديربي عنده طابع خاص، واي حكم اللي هو يهود كازا كيتمنى يلعب الديربي، لان الديربي قيمه مضافه بالنسبه للحكم، غادي يزيدوا شي حاجه في الباركور ديالو. وبالتالي ما خصكش تخلي هذاك الديربي يكون وسيله ضغط عليك نتايا، بالعكس خصك تاخذ هذاك الديربي بحال داخل تلعب واحد العرس. طبيعه الحال غادي خصك التركيز، كيخصك الاستعداد فهمتي، وكتدخل مع باقي الحكام كتشكل واحد الفريق باش تعاون وتخرج. الحمد لله الديربيات اللي دوز ما عمر شي ديربي ناضوا فيه المشاكل نهائيا. صحيح، كتسالي كتحضر راسك، الجمهور كيتقبل النتيجه، اللعابه كيتقبل النتيجه، وكتدوز الامور بامن وسلام. هذا توفيق من الله عز وجل ورضات الوالدين، هذا الشيء اللي كاين. كنشكرك السي الحرج على تلبية الدعوه، وكنتمناو ان شاء الله مستقبل مشرق للتحكيم المغربي ان شاء الله. كيف ما قلت لك نتمناو هاد الحكام عندنا جداد ان شاء الله خصهم غير شويه الدعم وغادي يكونوا بخير. وانا كنوعدكم بعد هاد المساله خصنا ايضا حتى الجمهور حتى هو يدعم الحكام. راه ربما غنقول لك انا كنت كندخل قبل المقابله التيران كله كيصفق على الحكام. هذه وقعت لي انا شخصيا في تقريبا في جميع المدن المغربيه. كنا كندخلوا نديروا لي شوفمون ديالنا واحد 40 دقيقه قبل، ولا بمجرد ما كندخلوا كلشي كيصفق على الحكام. كنبادلوهم حنايا، كنتعاملوا معاهم باحترام، كنتعاملوا معاهم بواحد اي واحد جا تنعطيوه الوقت ديالو. ولكن ملي تدخل تحكم راك انت كحكم، وبالتالي فكنطلب من جميع المتداخلين، لا جمهور ولا صحافه، وحتى الصحافه عندها واحد الدور كبير، لانه اليوم كنشوف احيانا على ان الصحافه كتنساق مع الموجه ديال الجمهور، ولا كيكون عندها احيانا الانتماء لواحد الفريق معين وكتبدا كتاتاكي الحكام، وهذا ما مقبولش من الصحفي، لانه الامانه المهنيه ديالو تقتضي منه انه يؤدي المهمه ديالو بحياد ويحاولوا يقللوا من الضغط اللي كيتعرضوا ليه الحكام ككل، لان هاد الظاهره هذه راه فين ما مشينا غادي نلقاوها. ما يمكنش غير حنا دابا ولات زايده عندنا واحد شويه، ولا بقينا كنزيدوا نحكروا عليها غادي نزيدوا غير نصعدوا. هاد التجربه هذه ما نجحاتش لا بدينا حنا بشمال افريقيا. الا خديتي غير هادو اللي حدانا، راه شتي مؤخرا كاين مقابلات اللي الجمهور هباط والعصا والضرب والجرح والتخريب والتكسير. يعني هذا سلوك اللي خصنا نتجاوزوه، باش نتجاوزوه خصنا حنا ما نهيجوش الجمهور بالعكس. الخراب ديال جميع المتدخلين. هذا صحيح، خاصة انه راه عندنا قانون ديال الشغب ديال الملاعب اللي كيأثر الجميع، انه مزيان تجي تتفرج في واحد المقابلة. انا كنشوف التصاور ديال الستينات، الناس كيدخلوا يتفرجوا بالكرافاطه والعيالات من قاب ديالهم داخلين الملعب وكانه داخل المسرح.
صراحه. والجمهور ديال الوداد جالس حدا الجمهور ديال الرجاء وكل شيء كيحتفل وكل شيء ناشط، كتفرج في سبيكتاكل اللي كيسالي ربحتي برافو عليك، ربحت انا غادي تسلم عليا وكيسالي الماتش، لان في اخر المطاف هذه لعبه اللي كنبغيو الفريق ديالنا يربح، ولكن راه ماشي دائما غادي يربح، يقدر ينهزم يقدر يتعادل يقدر ما يربحش. صحيح. شكرا لك سي الحرش على تلبيه الدعوه. شكرا لكم مشاهدينا على متابعه هذا اللقاء الخاص، والى اللقاء المقبل باذن الله.